بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. الصداقة مفهوم غريب عجيب، لا أحد يعرف المعنى الحقيقي لهذا المفهوم. البعض بيقول أنه هي علاقة مودة ومحبة، والبعض الآخر بيقول أنه الصديق هو من وعد وصدق، هو الإنسان الوفي اللي ما بيخون والمخلص اللي ما بيتخلى عن أصدقائه. ولكن حقيقة الأمر أنه هناك لغط كبير حول هذا المفهوم، لأن الصداقة مفهوم متحرك مع الزمان والمكان والظروف والأحداث. فالزمان أي الأيام والشهور والسنين تفرض على الأصدقاء متغيرات كتيرة تجعل منهم أقل وفاء وأخلاصا وصدقا في بعض الأحيان. وكما هو معروف بيتغير ذوق الإنسان تجاه الأطعمة والمشروبات كلما تقدم بالعمر، كمان بتتغير نظرته إلى الجمال والألوان والمناظر من حوله، بيتغير أيضا موقفه من بعض القضايا المصيرية والمبادئ الإنسانية. وما ينطبق على الذوق والجمال والأراء ينطبق على الصداقة وعناصر الصداقة وظروف الصداقة. كل شيء يتغير في المكان والزمان ويخضع للظروف الذاتية والموضوعية بما في ذلك الصداقة. اليوم أنت زميل فقط، وغدا ربما من أعز الأصدقاء. هون أنت الصديق المخلص، ولكن في مكان آخر ربما تصبح من ألد الأعداء. اليوم أنت صديق عزيز بالرغم من همومك ومشاكلك وفقرك، ولكن ربما تصبح غنيا وثريا وبتغيب فجأة عن أصحابك وأصدقائك إلى الأبد. طبعا أنا لا أحبذ ذلك ولا أدعو إلى هذا النوع من التغيير في مبادئ الوفاء والإخلاص، ولكن ما أقوله وللأسف هو جزء من الحقيقة. الصداقة تتغير. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.